تقدم في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. قوله ولا بالأبيض الأمهق، قال ابن حجر ليس بالأبيض الشديد البياض، ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة، وإنما يخالط بياضه الحمرة، والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر. ولذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار وابن منده بإسناد صحيح صححه ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسمر، يعني يقابل شديد البياض، بياض مخلوط بحمرة. وذكره الترمذي في الحديث الذي يلي هذا، في الحديث الذي يلي هذا يقول الترمذي رحمه الله ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون. ثم ذكر الترمذي بعد 10 أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، وهو حديث حسن بشواهده. يقول القاري جمع بأن السمرة كانت فيما يبرز للشمس والبياض فيما تحت الثوب كذا قال. وقال ابن حجر تبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، وهو الذي تكره العرب، واللون الذي تكره العرب وتسميه أمهق. وفي النهاية لابن الأثير الأبيض الأمهق هو الكريه البياض كلون الجص، يريد أنه كان نير البياض عليه الصلاة والسلام. قوله ولا بالجعد القطط، الجعودة التواء الشعر وتثنيه، يعني كشعر الزنج. الجعودة التواء الشعر وتثنيه، وهو ضد السبط وهو استرسال الشعر. والقطط بفتح أوله والطاء الأولى قطط، ويجوز كسرها قطط، وهو شديد الجعودة. ولا بالسبط بل وسط بينهما. وفي الحديث الذي يليه عند الترمذي وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، وأراد أنس أن ينفي صفتي الجعودة والسبوطة عن شعره عليه الصلاة والسلام ليدل على أنه كان وسطا بينهما.